باتريك بيشوب؟ يا إلهي. هاي، هل أنت فريدريك بيشوب؟ لا، إنه ميت، آسف. لكن أليست هذه صورتك؟ أعتقد ذلك. جاك فوستر، الجندي الجديد بخدمتك. لا، لست كذلك. أبعد هذا الفتى عنك. بالطبع لا، قطع كل هذه المسافة فقط لرؤيتك. فريدريك بيشوب، فخر أستراليا، كذب بشأن سنه ليتعدى شروط التجنيد. أتعرف شفرة مارس؟ نعم. حسنا، باني. يا لها من كارثة، لم تحظى الموجة الأولى بفرصة للصمود. انظر إلى دفاعاتهم، كيف سنتمكن من الاستيلاء على الشاطئ؟ لدينا البارجات الحربية هذه المرة. سد أذنيك يا فتى، فسيكون الانفجار بدويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الحلقة 13 من تختيم باتل فيلد 1، ودحين طبعا بدأنا قصة جديدة واللي هي فريدريك بيشوب والولد الثاني. طيب دحين اول اشي بدنا ندمر دفاعاتهم، نستخدم R1 المنظار، لازم نحدد هذه. شوف في خط هذا الابيض كذا، هذا هو مد الطلقات تبعت البارجة. تضغط R2 خلص. دحين تبدأ هذه السفن تطلق على الهدف اللي حددت علينا. خلاص الهدف راح انتهى. وقت الذهاب. بو توقف، إلى أين أنت ذاهب؟ معك. ارفع سلاحك. لا. أنت ستبقى هنا ولن تتقدم على القيادة الخلفية إلا بعد الإشارة الضوئية. علم سيدي؟ علم. حاول ابتعاد عن المشاكل. اقتحم الشاطئ. لا توجد فرصة لنجاة تلك الكوارث. هاو شوف الدم. يا إلهي. طيب هدف جديد. طيب طيب خلينا نستمر كمان، مسكن بحذر. هذا ميت. من أمك؟ هيا يا رجال تقدموا إلى القمة. خلينا نتقدم أول يا ولد. حلاوة أمك. تقدموا تقدموا، مش كل ما ركزت على هذا المدفع. طيب هذاك مدفع ثاني دمرته. طيب حلو خلصنا. طيب دحين اخذنا هذه القنبلة. يا ولد انت هنا نقص طاقتي وجندي ماشي وراه ما شاء الله ذكي. نحاول نستخدم الرشاش هذا، ما نقدر نصيب احد. طيب خلاص. طبعا فريد
المشكلة هذا المدفع عنيد جدا. طيب خليني نجي من فوق. ايوه اعوذ بالله. اتمنى ما يخلص طلقات هذا السلاح لانه حلو جدا والله عجبني. يا ولد يجب ان نتقدم في اتجاه ذلك التانك. مات الحمد لله. هذا بيجي منه 4 طلقات فراح اغيره. طيب اخذنا سلاح جديد. لا 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 يا اخوي. خلاص قنبلة عصوية حلو. وهنا قنبلة انشطارية معنا. طيب دالحين بدنا نسوي اللي سويناه في شو اسمه الار دي تي. كيف بدك تسوي على الهدف كذا؟ يعني انك تروح وتقتل الاعداء اللي في قصه يعني شوي زين. مشكلة الذخيرة مخلصة. خلاص نستخدم السلاح الثانوي. لازم هنا يكون في اعداء. حلو حلو. لازم يكون اصحاب اكثر من الاعداء. هنا في واحد. انا. طيب حلو انخفض عدد الاعداء للنص. وينك؟ وينك؟ ده الحين بتلاقي اني اظل عند العلم. وينه؟ ايوه هذا هو عشان استولي عليه بس. ايوه خلاص. طيب خلاص كذا استولينا عليه. كفن اتمزح معي؟ تعال معي هنا. انظر انظر الى ذلك. ها يا فتى كذبت بشان سنك لتذهب الى الجحيم. اردت ان تريد تمثالا يحمل اسمك في ميدان مدينتك. انهض هيا. هيا احسن. انا ساموت. لا لن تموت. انت استرالي مستحيل ان تقتل. اجل اعتقد ذلك. ما لم لست نيوزيلندي صح؟ لا والآن فلنبدأ بالأولويات. هيا تعال هنا قف معتدلا. هيا اتبعني. ذراعك هنا وهذه هنا. ثبتها على كتفك وعقبها على وجنتك. لا هكذا. صوب في الاتجاه الذي تريد. هكذا حسنا. أبعد قدميك. بدأت أعتقد بأنني فقدت كل الأستراليين. بماذا أخدمك؟ ليس أنت بل الفتى. نريد مرسالا إلى الخطوط الأمامية. أقل؟ لا نعم لا لن ترغمه على ذلك. سيدخل في المعركة وسيقتل. لا لا يمكنني القيام بذلك. لا أنا سأفعل. حسنا ستبقى معي. أما أنت فستركض سريعا. Thank you.
يجب أن أعثر على طريق لأعبر بين أولئك العثمانيين. طيب دالحين طلب منا ان نحصل على تقرير من الخط الامامي. مفروض انه كان ولد ذاك يروح بس لكن هذا البطل طوع قال لا هذاك راح يموت فانا بروح بدله. فاللي يهم دالحين اني اركض بس يعني لا احاول اني اتجنب الاعداء ما اقاتلهم عشان يعني بس انا بدي اخذ تقرير وارجع. لو مت ما راح يفيد ما راح يفيد اصحابي ولا شيء ما يعرفوا تقرير ولا شيء. فانا احاول اتقدم وشتت الاعداء مثلا بعد طلقات وكذا. مشكله في كثير اعداء والله لنقتلهم. مشكله ما معي سلاح كاتم للصوت صعب تحصل. بس ايش بدي اسوي لك اطلق. طب الجيمر انا اعرفه لعبت فيه من قبل كان يقتل بطلقه واحده بس ما ادري دالحين ليش كذا يقتل بطلقتين. طيب خليني على الطرق اللي ما فيها بيوت وكذا. خلاص احصل على التقرير. اوه خلاص انا وصلت هذا المكان. شوف هذا المكان اللي في النص هنا اصحابي. دحين بدي اشوف كيف حالتهم ووضعهم. مبشر بخير ما شاء الله. خطوطهم متهاوية كلها. خلاص دالحين بدي ارجع الله اعلم. ايوه ان شاء الله يعني اصل بسلام. هم تقنين صراع والله كلياتهم يعرفوا مكان يا ولد. ايه الاعداء يركضوا دالحين راحوا ما يقاتلوا اصحابي فانا بركض معهم يمكن ما يعرفوا. والله اصحابي احسن مني قتلوهم. طيب هذاك البيت اللي هناك شايفينه كوخ صغير هو هذاك المقر تبعنا. مسكن اخترقوا المقر. ايوه خلينا ندافع عن النقطة. ما شاء الله جيت على مكاننا واختبأت هناك. لا والله فلحت ما شاء الله. طيب وانت ايش تبغى؟ يا اخي طب انا وصلت دالحين هنا ايش بما يدخلني على البيت ودافعت عنه. يمكن لازم نخلص الاعداء قصة شوية اذا ايوه كذا القيور شفته يقتل بطلقة واحدة خلاص بس طلقة واحدة ويموتوا طلقة واحدة ويموتوا. اعتقد شان بخلص قريب. خلاص حدد موقع وايت هول. ينبغي علي الرجوع الى القيادة الخلفية. وكذا انتهت حلقتنا هنا. اتمنى الحلقة عجبتكم. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا اعجاب على المقطع. وفي العاب انا ختمتها موجودة روابطها تحت الفيديو اتمنى انكم تشوفوها. كان معكم ابراهيم من قناة كرش الالعاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.